السلام عليكم. في فيديو النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة مهمة قوي وخطيرة في نفس الوقت يا شباب، ألا وهي بقى لما يحصل عندي فيز فيلير لأحد الفازات. فأنا عندي نهور فيه، عندي هنا موتور هوت متوصل ستار، وطبعا إن شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم على لما يكون عندي الموتور هنا ستار كونكشن، وفي فيديو تاني إن شاء الله هنتكلم بقى لما يكون عندي الموتور دلتا كونكشن. طيب انا عندي نوت سورس اهوت 3 فيز 380 فولت و 50 هرتز، وانا طبعا هنا مركبين هنا ايه على الدخول على الفازات فيوزز، وطبعا بعد الفيوز طبعا هنا بيخش على الكونتاكتور عشان نعمل بقى دائرة الكنترول، وبعد ده الكونتاكتور على الاوفرلود. تمام، ومن خارج بقى الاوفرلود بيخش فين بقى على الموتور، وادي الموتور يا شباب انت بتوصل معانا اهوت ستار كونكشن ستار كونكشن. وهنا بقى كمثال معانا هنا الموتور بتاعنا هنا بقى الباور بتاعته 23 كيلووات، اللي هي تعادل تقريبا 30 حصان، هي طبعا المفروض 30 وشويه، بس خلينا في رقم صحيح يعني. والباور فاكتور بتاعتنا كام؟ 8/10. طب في الحاله بقى، في الحاله الطبيعيه قبل ما يحصل بقى، او في النورمال كونديشنز قبل ما يحصل فيز فيلير، انا عندي هنا الكارنت نعرف تحسبه. فطبعا هنقول هنا الباور عادي بقى بتساوي زي ما احنا عارفين يا شباب قانون الباور هنا بقى، وده كيلو وات، لو حسبها بالكيلو وات او بالحصان بقى، الروت 3 في الفي لاين في الاي لاين، ما تنساش بقى ده مين. ايوه الكوزان فاي الباور فاكتور، عشان دي الباور بالكيلو وات. في الاخر في الحاله دي يا شباب بقى الكارنت هنا بقى يطلع كام معانا؟ هيطلع حوالي 44 امبير، وطبعا ده مين؟ ده اللاين. طب هو في حته الستار اهو يا شباب، اهو ادي ده اللاين ال 44 امبير، هو نفسه فين اللي هيمشي فين في الفيز، يبقى اللي ماشي هنا برضه في الفيز ده هو كام؟ 44 امبير. ده عشان ايه؟ ستار كونكشن. واحنا عارفين لو قلنا برضه تاني اهو هنكتب هنا ايه؟ هنقول هنا ان اللاين الكرنت لاين او اللاين تكرنت الاي اي الاي ال هو نفسه مين بتاع الفيز في حاله الستار. تمام يا شباب. طيب تعالى بقى ايه، انا كده حسبت الكرنت اهو بقى في الثري فيز، يبقى اذا كل فازه بقى هتشيل كام؟ يبقى اذا الكلب دوت ماشي فينا كام بقى؟ 44 امبير في كل فازه. طيب تعالى بقى ايه نعمل هنا بقى دايركت سيميليشن للموضوع دوت. فانا عندي اهوت ادي الموتور اهوت بالانسد لود وواي كونكشن، فطبعا ايه هنحاول بقى نعمل هنا نجيب له الزد بتاعتنا. فلو احنا افترضنا مثلا المقاومه بتاعتنا 4 اوم، يبقى يطلع عندي مين بقى؟ دي ال ال هيت، وطبعا دي لما نحولها بقى نجيبها الاكس ال هتطلع معاك، وكون دي بحسبناها يا شباب في فيديو قبل كده يعني، اللي عاوز يبص عليها تطلع معاك الاكس ال كام بقى؟ اللي هي اوميجا في ال و2 باي في اف، يطلع معاك 3 اوم، ودي من الار. فاصبح هنا بقى الزد كام بقى؟ هيبقى الزد هنا لود 5 اوم. تمام، وادي الباور فاكتور كام؟ 8/10. هنا هقسم مين بقى؟ هقسم الاربعه اللي قلنا عارفين يا شباب ان الكوزاين فاي بتساوي الار على الزد، اللي هي الباور فاكتور الار على الزد. فانا عندي الار هنا بكام؟ باربعه، والزد بخمسه هيت، يطلع معانا يا شباب بكام؟ بتمانيه من عشره. وادي خليك بقى معايا تابعني لاخر الفيديو عشان اتكلم بقى عن شرح بدايه السيموليشن في حالتين، في حاله النورمال كونديشنز وفي حاله اللي بقى الفولت لما يحصل عندي فيز فيلير على الفيز مين بقى؟ على الفيز تي او الفيز بي بلو. طيب ادي بقى السميشن بتاعتنا هي يا شباب، ادي الكرنت ماشيه بقى ايه في كل فيزا كام؟ 44 امبير، واحنا حسبناها من فوق يا شباب اهوت بالقانون بتاعنا اهو. لحد كده متفقين؟ طب تعالى بقى ارجعك سنه مهمه قوي بقى دي عشان احتاجها في التفسير بتاعت ايه اللي هيحصل لما الموتور يشتغل على فازتين بس من الثلاثه لما يحصل فاز فيلير على الفاز تي.
تمام. اولا طبعا الموتور لما بيشتغل طبعا هو الباور دي بتروح فين؟ دي طاقه كهربيه، هتروح فين بقى؟ في طاقه ميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه ديت بقى هتتمثل في حاجتين، في التورك والار بي ام اللي هي ايه بقى، ايه الريفوليوشن بير مينت اللي هي سرعه الدوران، والتورك. لحد كده متفقين؟ يبقى اذا اي موتور بياخد كهرباء، بياخد طاقه كهربيه، هيحولها في النهايه لمين؟ لطاقه ميكانيكيه في صوره مين؟ تورك وايه؟ وار بي ام. والتورك ده بقى هو اللي بيشغل اللود اللي على الموتور، سواء بقى كان مضخه، كومبريسور، اتش فاك، جهاز تكييف، اني واي يعني، تمام، اند سو اون. فاذا النقطه دي بقى ركز معانا فيها بقى لو سمحت بقى، عشان هو ده بقى اللي هيحصل ايه بقى مشكله، او هينتج عنه بقى مشكله لما يحصل ايه، ان في فازه تسقط من 3 فازات. طب تعالى بقى نخش بقى على الدرجه بعد منها بقى. هنا يا شباب بقى في حته لما انا ايه بقى ايه هعمل، قلنا بقى في عندي فيز فيلر على مين؟ على الفيز تي. هنا الفيوز هنا ضرب معانا، هنا الفيوز هنا بقى دامج. طيب اصبح بقى ايه ان الملف دوت كده مش داخل معاك في الخدمه خلاص. يعني ايه مش داخل معاك في الخدمه؟ ما هو في الاول في النورمال كونديشنز كان التلات ملفات دول داخلين معاك في الخدمه، بيساعدوا في ايه؟ في ان هم يطلعوا التورك والاوميجا اللي هتشغل اللود عندك. وبالتالي كانت هنا الباور كانت كام بقى في النورمال كونديشنز؟ قلنا في النورمال كونديشنز دي كان كام؟ 23 كيلو وات، تمام. تعالى بقى لما يحصل فيها ايه فاز فيلير بقى هنا بقى، وليكن الفيز دي الفيز التالت دوت اللي هو البلو، الفازه التالته اللي هي التي ديت، فهي اصبح عندك هنا بقى الفاز ا والفاز اس هما بس اللي موجودين. يعني هنا الجهد هنا كام؟ تمام 380 فولت، تمام 380 ميلي شباب فولت. طيب انا عندي هنا بقى اصبح هنا ايه ان الدرجه بتاعتنا بقى بقت اصبحت كما لو كان الموتور يتحول بقى لسنجل فيزن، اتحول ده يا شباب بقى لسنجل فيزن، بقى اصبح هنا الموتور شغال سنجل فيزن. بس ازاي بقى؟ ان الفولت هو بقى اللاين، بقى اصبح عندي هنا الفي لاين اللي هو نفسه اللي هنا بقى هيبقى يعتبر كانه حمله سنجل فيز. سنجل فيز يا شباب هنا كان 380 فولت. طيب هنا بقى متسلط على مين؟ على الملف دوت والملف ده. طب ده تقول لي كل واحد قيمته كام؟ 5 اوم. يعني في النهايه اصبحت دي درجه يا شباب مكافاه اهيت. بقى عندي هنا سورس اهو، السورس دوت 380 فولت، وادي عندي هنا مين؟ زد بتاعت اللود اللي هي قيمتهم بقى ايه بالتوالي هنا، هنجمعهم عشان دول التوالي ان سيريز في الحاله دي، يبقى هنا كام؟ 10 اوم. يبقى هنا كان 380 فولت. بقى اصبح الكلام لو كان سنجل فيز، عشان كده يا شباب في بعض المصطلحات والكتب بيقول لك ايه ان في حاله الفيز فيلير اللي هي بنسميها هنا بقى ايه بقى، ايوه السنجل فيزن. فكانت تحول بقى هنا ايه بقى الموتور اكنه سنجل فيزن، بس الفولت عليه كان بقى لاين، بقى سنجل فيز يا شباب لود او موتور. ده في حاله مين؟ لما يحصل فيز فيلير. طيب الكرنت يطلع لك هنا كام بقى؟ سهل بقى نقول بقى قانون اوم عادي بقى، الفولت على الايه؟ على المعوقه هنا على الزد، ايه دي الزد بقى لود، فاصبحت هنا كام؟ 380 على ال 10 يعني 38 امبير. اذا في الحاله دي بقى شباب بقى هيعدي هنا ايه بقى؟ هيمشي تيار في مين؟ في ساعه لما يحصل فيز فيلير هيعدي كرنت في مين؟ في الفيز السليم بقى اللي هو دوت الار هنا معانا 38 امبير، هو نفسه مين برضه في الراجع برضه كام هنا في الفيز ده برضه كام؟ هيبقى داخل وخارج هنا بقى كده، يبقى ده كام؟ 380 ايه فولت، 38 قصدي امبير. طب دي في اللحظه دي بقى، تعالى بقى تحسب الباور هنا بقى في الحاله دي تطلع كام بقى؟ يبقى اصبح كده الموتور شغال على ايه؟ على فازتين بس. طب تعالى نحسب الباور بقى تطلع كام معاك الباور؟ بقى اصبح عندي يا شباب الفولت معلوم اهو، والكرنت معلوم، وطبعا ده هنا كوزان فاي كام؟ ب 8 من 10. فتعالى بقى نضرب، نجيب الآلة الحاسبة ونشوف هتطلع الباور عندك بكام. آدي الفولت كده هحسبها كباور سنجل فيز، بس الفولت هنا كام بقى؟ 380 في الأمبير،
38 في كوزاين فاي 8 من 10، يطلع معاك كام يا شباب؟ ادي الباور كام هنا؟ 11.55 كيلو وات. يبقى اصبحت هنا الباور، تعالى بقى نجيب لون تاني، فاصبحت هنا بقى الباور هنا بقى في الحالة الفيسفوليا بكام؟ ب 11.55 كيلو وات. طب تعالى بقى نقارن القيمة ديت في حالة النورمال كولديشن كان كام؟ 23. الله، معنى كده ايه؟ ده نصها بقى. يبقى ناخد معلومة يا شباب هنا، ايه بقى؟ في حالة الفيسفوليا والمحرك شغال ستار كونكشن، الباور بتنزل النص. الباور كام؟ بتنزل النص. دي أول معلومة. طيب في الحالة دي بقى، لما قلنا بقى الفيس فيلير حصل أهو بقى، أول حاجة تحصل مين بقى؟ تعالوا نفكركم تاني بقى. أول حاجة تحصل معنا إيه؟ إن الباور بقت النص أهيت، والأومر والأر بي إم هنا بتقل. الإن هنا يا شباب مين؟ هتقل. طب الإل لما الإن بتقل على حساب مين بقى؟ الترك هيزيد، يبقى هنا الترك هيزيد. في اللحظة دي بقى ميجي الترك هيزيد، عشان الحمل لسه موجود عليه على الموتور. الترك لما يزيد هيعمل ايه؟ هتطري الموتور، زي اقول لك بقى، يحاول يعوض النقص في مين؟ في المخدة أو الفازة اللي حصل لها فيلير دي. ما دي خلاص طلعت من الدايرة خلاص، ديت الفازة اللي هي تي دي سوري، طلعت من عندنا من الدايرة، تمام؟ فلازم بقى ايه؟ الأمبير هيعوض النقص دوت، وبالتالي الفازتين التانيين هيشيلوه. طب هيشيلوه بكام بقى؟ احنا قلنا تحسبنا شباب اهوت الامبير بكام دوت؟ تمام، 30 امبير في الحاله دي. لكن الامبير بقى بعد لما الان السرعه هتقل، هتطلع مين بقى ايه؟ العزم يزيد، عشان طبعا الباور قلت هنا، تمام؟ لما العزم يزيد الامبير هيزيد، هيزيد بكام بقى؟ ايوه، بالقيمه دي بقى في جهاز ثلاثه. يبقى اصبح بقى ايه الملف الثاني اللي هو السليم، او الملفين التانيين اللي هم السلام اللي فيهمش مشكله، يبقى الكرنت بتاعه كام؟ 38 في جذر 3. هنا برضه كام؟ 38 في جذر 3. لما تضرب الكلمه دي يا شباب في بعضها هيطلع معاك كام؟ تعال نجيب الاله الحاسبه، هنقول هي بقى 38 امبير. ركز في النقطه دي يا شباب معانا لو سمحتوا بقى، في جذر 3 تطلع معاك بكام؟ 65.8، يعني حوالي 66، تمام؟ يبقى هنا الامبير هنا كام بقى يا شباب؟ في الحالة ديت هيبقى معايا كام بقى؟ 66 امبير على الفازتين التانيين، على الفيز السليم بقى اللي هو المين؟ الفيز ار والفيز مين؟ اس. هنا برضه هيبقى كام بقى؟ 66. ده كلام منطقي قوي. طب حد يقول لي منطقي ازاي بقى؟ تعالى اقول لك بقى واثبتها لك ايه بحالتين. أول حاجة، مش أنا معدى مكان بقى في الحالة النورمال كيس، في النورمال كونديشن، مش كان الأمبير في كل فازة 44 أمبير يا شباب؟ طيب 44 بقى أمبير في 3 فازات بكام؟ حد يقول لي ده 132 هضرب 3 في كام؟ في 44، 132 أمبير. طب لما بكون بقى فازة عندي طلعت من الدايرة بتاعتنا نتيجة الفيوز بتاعها إيه؟ حصل له إيه؟ انهيار فيلير. الفيز تي ده طب هيحصل فين بقى؟ ال 132 ده هيروح فين؟ ايوه، هيتوزع فين بقى؟ الله ينور عليكم، على الملفين التانيين. فاصبح 66 امبير، و 66 امبير كام؟ 132 امبير، وده منطقي يا شباب. يبقى اذا في حاله بقى لما يحصل بقى، بلخص الموضوع عشان نخش بقى عدات السيموليشن، بلخص الموضوع بقى لما يحصل عندي هنا يا شباب مين؟ اهي فيز فيلير، انا فتحت هنا البريك اهوت في مين بقى؟ في الفيز تي. ايه اللي حصل هنا بقى؟ الامبير على فازتين تانيين هنا بقى كام؟ 38 امبير. طب لاحظ لما يحصل ايه بقى؟ ايه الفيز فيلير؟ في الحاجة قلنا بقى ايه؟ السرعه بتاعت الموتور بتقل، لكن العزم هيزيد على حساب السرعه، عشان الباور هنا قلت وحصل ضرب التورك في العزم ايه؟ ثابت اللي هو الباور. وبالتالي هنا بقى ايه؟ الامبير هنا بقى على الفازتين تانيين هيتضاعف، قلنا بقى هيبقى في كام؟ في جذر 3، اللي هو قلنا بقى يطلع في كام بقى في النهايه؟ قيمتهم الكام بتاعتهم كام؟ 66 امبير. يبقى اصبح هنا بقى ماشي بقى في حاله الفيس فيلير 66 امبير يا شباب، عشان يقدر يعوض الحمل الموجود، وبالتالي ده ايه بقى؟
هيسبب دامج لمين بقى؟ للملفين الباقيين السلام بتاع مين؟ المحرك. وعشان كده بقى بنعمل احنا شباب مين، بنعمل حاجه بقى في الايه، في البروتكشن المواتير، انتي الفيز فيلير، في طبعا جهاز الفيز فيلير ريلي، وبرضه عملنا حاجه معاه برضه مشتركه تانية، الفيز سيكونس اند سو اون. يبقى اذا يا شباب بقى في حال، لما تعالى بص هنا معانا بقى، هي بقى شباب بقى في حاله النورمال كونديشنز الباور كانت كام بتاعت الموتور؟ 23 كيلو وات. طب لو حصل بقى فيز فيلير بقى، بقت كام الباور؟ نصها بالظبط 11.55 كيلو وات. تمام يا شباب؟ طيب قول دلوقتي من شويه بقى، لما الفيز فيلير هيسقط بقى، هتلاقي عندك الفاسين التانيين هم السلام اللي موجودين في الخدمه بقى بيساعدوا معاك في الحمل، هيبتدوا يشيلوا امبير مش بتاعهم. هو كان شايل اصلا في الاول كان كام؟ ايوه، حد يقول ده 44 امبير، مظبوط صح على كل فازه 44 كام امبير. طب هو دلوقتي وصل لكام بقى؟ 66 بقى بطريقه ثالثه بقى اهو، اللي هو بقى ايه، مش الفازه الثالثه دي كانت شايله 44 امبير؟ طب هيروح فين بقى على الفازتين التانيين؟ كل واحد هياخد ايه؟ نصهم 22 على زائد بقى ال 44، فاضطر يشيل كام؟ 66 امبير يا شباب على كل ايه؟ على الفازتين التانيين. يبقى انت عندك كده ايه بقى، كل الموضوع اهو مرتبط ببعض. تعالى بقى نخش على دايره السيميوليشن عشان ايه يعني نستمتعكم شويه بالموضوع دوت اكتر. انا شاب معايا دايره السيميوليشن اهيت، وادي هنا معايا فين بقى، ادي الفولت بقى. اول حاجه طبعا لما تيجي تعمل انت طبعا اي موتور قبل ما تشغله او انت بعد ما تشغله، تشوف الفولتج دروب بتاعك بكام واللاين بكام عندك، كل حاجه تتاكد منه. فانا كده عندي است مين بقى، الفولت بين الفاز الار والاس اهو. ار كام عندي يا شباب؟ 380 فولت، طبعا دي ار ام اس روتين سكوير. طب الكارنت كام بقى اللي ماشي في كل فازه؟ 3 كام؟ 43.9، يعني 44 زي ما قلنا من شويه يا شباب. تمام؟ طيب في الحاله دي بقى يا شباب، هنا بقى ايه؟ كده عندي بقى ايه؟ في حاله النورمال كونديشنز. طب تعالى بقى لما نعمل سيموليشن بقى فين؟ اجي افصل هنا البريكر ده، يعني هعمل فيز فيلير لمين؟ على الفيز تي. لاحظ معايا الكارنت هنا بقى يوصل لكام؟ اه بقى هنا كام الكارنت يا شباب؟ تمام 30 مين امبير. في الحاله دي طبعا بقى الحمل موجود على الموتور، مش هيسيبه في حاله بقى. اقول له انت كنت مشغل لي مظبوط ومديني التورك بتاعي والار بي ام بتاعتي، فكده لحظتها بقى ايه؟ الار بي ام هتقل، الار بي ام هتقل، فبالتالي التورك يعلى، التورك يعلى، فالموتور بقى يحاول ايه؟ يدفع ويعوض الامبير اللي سقط منه، من الفازه اللي سقطت منه. فهنا قلنا يا شباب هنا ايه؟ هيقول لي كام بقى في الحاله دي ايه؟ هيديني القيمه ديت في جز 3 زي ما حسبناها من شويه، هيطلع معاك بكام بقى؟ ب 66 امبير. يبقى اصبح في الحاله دي يا شباب بقى الموتور هنا بقى على الفيز الاولاني شغاله ديت، هيبقى كام بقى هنا؟ 66 امبير يا شباب، والتاني برضه كام؟ 66 امبير. طبعا دي في لحظه بس مين؟ في لحظه لما الفيز فيلير يحصل. تمام؟ لكن قلنا بقى ايه؟ الفازتين التانيين السلام هيحاولوا بقى ايه؟ يشيلوا الفازه الثالثه اللي كانت معاهم موجوده وكانت عامله معاهم شير للتورك والار بي ام. وقلنا زي ما قلنا شباب برضه في الحاله طبعا الفيز فيلير هنا، قلنا بقى الباور هضرب مين بقى؟ اكنها بالظبط سنجل فيز زي ما قلنا، بس الجهد كان بقى لاين 380 في الامبير في كوزارم فاي، يطلع لك معاك هنا حسبناها من شويه اللي هي ال 11.55% كيلو وات. وكده يا شباب قدرنا بقى ايه نوضح مفهوم، وقدرنا نفهم يعني ايه لما بيحصل فيز فيلير. يبقى عندي الفيز فيلير بيحصل فيها يا شباب مين؟ ثلاث حاجات. اول حاجه الباور في حاله الستار كونكشن دي يا شباب، الباور بتوصل النص عن النورمال. الار بي ام بتقل، وبالتالي التورك بيزيد، وبالتالي الامبير بقى الكارنت هيزيد على الايه؟ على الملفين التانيين السلام، وهيوصلوا كام بقى؟ هيوصل طبعا قلنا الامبير في الحاله ديت جاز 3 بتاع مين بقى؟ ساعه لما يحصل فيز فيلير روت 3 في ال 38 امبير مش في ال 44. وبطريقه ثانيه برضه، ان كان عندي هنا على كل فازه 44 امبير، فمجموعهم كام؟ 132. المفروض بقى الفازتين التانيين يشيلهم لي. يبقى اذا طبعا عشان الاثنين اصلا هو المتساويتين في المعوقه هنا 5 اوم لكل واحده، وبالتالي هي ايه؟ هيعملوا شيرين بنص القيمه.
يبقى 138 امبير على الاثنين 66، اللي هي وضع الرهان بقى 38 امبير في كام يا شباب؟ في جهاز 3. يعني ممكن نقول بقى القيمه دي كده عشان اعرف فيها جت منين، هقول هنا ايه، هنقول دي تساوي 38 امبير في كام بقى؟ مضروبه في مين؟ في الجهاز 3 اللي هي 1.7 و23. تمام يا شباب. وكده بقى يكون قدرنا ايه نفهم موضوع الفيز فيلير. تعالى بقى نرجع تاني بقى في حاله النورمال كونديشن بقى، طبعا هيوصل لي كام بقى؟ 44 امبير على كل فاز. كده رجع مكان بقى الحاله الطبيعيه بتاعته خالص بقى، والار بي ام والتورك وكل شيء يعني. تمام يا شباب. ان شاء الله بقى انتظرونا في الفيديو القادم بقى، هنتكلم بقى لما يكون عندي بقى هنا الموتور بقى في حاله بقى ايه الدلتا كونكشن. واتمنى بقى لو انتم بقى كنت اول مره تشاهدوا القناه ما تنساش الاعجاب والشير والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.